مبين لسه ما طلعوا. ما بيصير مدام، هذا وقته. ها ليك الطريق من الفيلا. عندهم معهد تعليم انجليزي، كل يوم بيفتح ساعتين، بيطلعوا من الفيلا الساعة 1 وبيرجعوا عليها الساعة 3 تمام. وهذا الموعد ثابت؟ من سنتين ما تغير، كل يوم على هالمنوال. أصبح لازم نضرب ضربتنا بهالوقت. وأنا هيك عم أقول. درست جغرافية المكان؟ درسته، كل الشبابيك عليها حديد وما في ولا منفذ تاني إلا شو؟ إلا الباب الرئيسي. أصبح منفوت من الباب الرئيسي، هيك فيها ثواب أكتر. شلون؟ لا تتدخل، هذا شغلي أنا. أمرك مدام، تفضلي. كمشت كلها لما اجى رئيس العصابة المحقق بده يكفش رئيس العصابة طالعته البطاقة عم جمد بأرضه. شو الحكي؟ يعني البطاقة اللي طالعتها بطاقة شو؟ بطاقة بوليس. طلعت عميلة للشرطة والمحقق مو دريان. قسما بالله ما كان حدا حزران عليها. وين شفت الفيلم انت يا شكري؟ بالشانل 2 معلم، بقيت سهران عليه للساعة 2 بالليل ما قدرت نام لخلاص. لك وطي صوتها، شو بك عم تجعو؟ طفيناها. حاضر معلم. ها مشان هيك مالك قدران تفتح عيونك اليوم انت. شو بدي اعمل معلم؟ هوايتي متابعة الافلام البوليسية وحل الغازها، من صغري متعود على هاي القصة. شو بدي اعمل؟ ولك يا ابني يا شكري، هالافلام ما بتفيدك، ما بيفيدك الا شغلك. انت قدامك مستقبل منيح بمصلحة نجارة، يعني بعد كم سنة زمان بجوز تصير اهم النجارين بهالمنطقة. بقى شكري التفت لشغلك ولا تلتهي لي بالعلك المصدي. هي انا عم اقول لك لا تقول معلمي ما قال لي. السلام عليكم. اهلا وسهلا ومرحبا. وعليكم السلام والاكرام، اهلين وسهلين ومرحبتين. مين المعلم هون؟ انا المعلم مأمور اخي. المدام نازك فوق بالسياره بدها تسالك سؤال. ايه على عيني انت والمدام نازك. يا ميت مرحبا، اهلا وسهلا ومرحبا. اهلين، تفضل. مينو هدول معلي؟ شو بعرفني؟ بس باينتون اكابر كتير تقال. هي شبح ما هيك معلي؟ والله ما بعرف، يمكن نملي. يعني خنزيرة؟ لك خلاص هلا. انت المعلم؟ انا المعلم، خدامك ابو العز. شكروا لي بمعلميتك كتير يا ابو العز. الله يخليها. مو انت اللي عملت لها المنجور لست انصاف؟ معلوم، انا اللي عملت لها منجور. الله وكيلك هسه انصاف ما في منها. عملت لها منجور خشب وابواب ومنجور الومنيوم خشب كندي. الله وكيلك شي بيرفع الراس. وهي كمان ما قصرت والله، اكرمتني تماما. يعني شرفي مدام، يخلي لنا اياكي. يا اهلا وسهلا ومرحبا، اهلين وسهلين ومرحبتين. تفضلي يا اهلا وسهلا ومرحبا. نحن كمان ما حنقصر معك باذن الله. انا شفت شغلك عند الست انصاف والحقيقه عجبني كثير، الله يعطيك العافيه. انا بامرك مدام. مشان هيك قررت انفض خشبيه الفيلا وغير المنجور، هذا اذا كنت فاضي طبعا. ولو يا مدام، انت بتامري امر، ولو كنت مالي فاضي بفضي حالي اصلا مشانك. شو الشغله المهمه؟ بس بدي شغل نظيف ومتقن، هاي عم فهمك من هلا. ولو يا مدام، انا شغلي عدي زيام، اسالي عني مدام نازك، اسالي عني سوق. هو صحيح انا باخذ شوي زياده عن غيري، بس القرش اللي عم تدفعيه عم تحطيه بمحله مدام، ما بتندمي عليه منو؟ ما بتندمي؟ شو الحكي؟ المصاري مو مشكله، خذ قد ما بدك. بتعرف عنوان الفيلا؟ لا والله يا مدام، ما حصلنا الشرف قبل هالمره. انا ساكنه بفيلا الاحلام، قبل فيلا الست انصاف بشي 100 متر، على نفس الصف.
ايه ايه عرفتها، موقع حلو، سكنة مرتبة، تتهني تتهني يا مدام على هالسكنة. امتى فاضي تروح تشوف الشغل؟ امتى ما بدك مدام، امتى ما بدك، انا ما بتفرق معي بتاتا، انت اختاري اي يوم بتريدي بتلاقيني مزروع زرع قدام باب فيلتك. عظيم. اليوم شو اليوم؟ اليوم 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 تنين 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 مر لك أنا لعندي يوم الخميس. انا بامر عيونك يا مدام. تاخذ رعبون؟ اعوذ بالله، ليش الرعبون؟ بكير لسه مدام، ولو كلمتنا هي الرعبون. على كل حال خذ هذا الربط كلام، اذا هيك ما فينا نخجلك. خلينا نكسبك بكاسه شاي يا شكري. نعم معلم. الله يرضى عليك، جيب جيب ابري شاي شباب. حاضر حاضر. معلش معلش ما في داعي، بس لا تنسى الموعد يوم الخميس الساعة 5. أعوذ بالله، شو أنسى؟ نحن كلمتنا طابو مدام، الخميس الساعة 5 إلا 5 بتلاقيني مشكوك شك قدام باب فيلتك، الساعة 5 تمام بتلاقيني عم دق الجرس. في جرس هنيك مو هيك؟ إيه في جرس. حلو. في في كلاب؟ لا ما في كلاب، اطمن. إيه لأني ما بحب الكلاب. طيب يعطيكم العافية. الله يعافيك يا مدام ويخليكي مدام نازك، الله معك مع السلامة، الله يحرسك إلهي. يا عيني على كابر. أكابر والله. لك مين هي معلم؟ مين هي؟ لك هي. روح لها، روح على شغلك، العمى مو بقيان الا يلعبني بالبيضة والحجر. لك هي هي. يسلموا لي لكابر. عفوا مدام، مو على اساس بكره بنقدر بتربطنا؟ ايه لشو اللي تغير؟ لك ليش انت للنجار يجي نهار الخميس؟ هذا شغلي انا مو شغلك، اطلع. حاضر تفضل. ايه وبعدين شو صار؟ شو صار؟ اذا منك ما بتصدق طلع عميل مزدوج. شو يعني؟ يعني عم يشتغل لحساب العصابتين سوا. يخرب بيته شو نمس. ايه وبعدين؟ من خوفه من العصابتين سلم حاله للشرطة لأنه قرروا ينتقموا منه بقلب السجن. وقدروا يوصلوا له؟ ما بين معي لأنه انقطعت الحلقة، وبالأسبوع الجاي أكيد ببين معنا. أهلين وسهلين ومرحبتين يا مدام. أهلا وسهلا، شرفتي يا ميت مرحبا. أبو العز. نعم. بتعرف تفتح باب مقفول؟ ولو يا مدام، هي شغلتنا. شغلتنا نحن نفتح الأبواب المقفولة والقفول المراقبة والشبابيك السمنانة، بقى شو المطلوب؟ للأسف يا أبو العز اليوم ضيعت شنطايتي وفيها الباسبور والمفاتيح. شو الحكي؟ وإن شاء الله ما فيها مصاري؟ مبلغ بسيط يعني 2000 دولار. قول المصاري مو مشكلة، المشكلة ماني عارفاني كيف بدي فوت على الفيلا. إيه ولا يهمك مدام، ولا يهمك. شو الشغلة؟ بسيطة كتير. يا شكري أعطيني شنطاية العدة، الله يرضى عليك والحقني. تفضلي مدام الغالي برخص لك. يا أهلا وسهلا ومرحبا. مثل هالباب ما شفت ولا عيني رأيت، متنح متنح تماما، ما ادري شو قصته. يعني معقولة ما ينفتح؟ لا ولو مدام، شو ما ينفتح؟ ما عندي بواب ما بتنفتح ابدا، ولو بس انت طولي بالك شوي مدام، هات الفك مربع يا ولد. بإيدك معلم. ايوه بإيدي، الواحد بينسى. اطمني يا مدام، اطمني، بده ينفتح ورجله فوق مفصلاته كمان. تستاهل انت يا ابو العز. يسلمك يا رب. بتريدي شيء ثاني مدام؟
لا يسلموا ايديك، بس لا تنسى موعدنا ها يوم الخميس الجاي. ولو يوم الخميس الجاي بتلاقيني مزروع زرع قدام باب فيلتك. يا اهلي وسهلين، يخلينا ياك الهي. يا اهلي شكرا كثير. الله يسلمك. امشي امشي، شبكوا تاني، شبك شبنا. لا تاخذي مدام، الله معك، خاطرك. مع السلامه. كأني شمم ريحة طبخة مو طبيعية. شلون يعني؟ هلا أنت متأكد إنه الست نازك هي صاحبة الفيلا؟ شي؟ مين صاحب الفيلا لك؟ لا مو هيك. هلا هي قالت إنها ضيعت شنتيتها والمصاري مو. فكر بكلامك، يمكن كلامك صحيح، لأنه فعلا هيك قالت. آه شلون لكان طالعت من دزدان المصاري وناورتك الإجراء؟ لا من هالناحية بجوز يكون معها جزدان تاني، يعني للفراطة. لك يا عمي هدول جماعة مرتاحين إلا ما يلتقى معهم أكثر من جزدان. ليك معلمي، نحن فتحنا باب الفيلا لوحدة، ما بنعرف إذا كانت صاحبته ولا لا. هلا يا شكري لا تخلي الفار يلعب يعبي. لا معلم، ليش هيك انا عم بحكي لك؟ لانه انا بزماني شفت فيلم واحد زلمه عمل حاله صاحب فيلا، راح لعند الحداد قال له في عندي الخزنه مقفوله. فعلا ما كذب خبر، اجى الحداد معه فتح الخزنه اخذ اجرته ومشي، وهداك لطش كل شيء فيها وقبع رقيد. شو هالحكي؟ فيلم اجنبي هاد؟ لا معلم، شو نسيت؟ هي بمرايه 88. فعلا؟ ايه العمى. والله حكاك بيلخم يا شكري. شو بدنا نعمل هلا؟ معلم انا فكري انه ندق على الباب، بس وينك؟ بنعمل حالنا ناسيانين شي غلط. ما في مانع، ما في خساره، تفضل. ها مدام دخيلك تأخذينا. خير شو بكون؟ يمكن نسينا المفكون، سبحان الذي لا ينسى. شو؟ مفكون نسينا. هيكو بعدك هيكو. لقيته؟ لقيته؟ لا دخيلك تأخذينا، عدم مؤاخذة. يعطيكم العافية. الله يعافيكي. لك آخ آخ لك تضرب تضرب انت وهالافكار شو محتي. العمى هذا شكل وحده حراميه هاد؟ سبحان الذي خلق لها الوش الملائكي ما احلاه. شو بعرف يا معلم، انا هيك ظنيت. اسمع ولا اسمع، انت من هلا ورايح محرم عليك تشوف تلفزيون. العمى على العالي اذا شفت بمرايا زلمه محتال، مو معناتها كل الناس محتالين. سودت وشنا قدام المدام، الله يسود وشك. امشي قدامي، امشي.
بسرعة، بقيان 5 دقايق ليوصلوا. يلا خير. شوفي مدام، نسيتي جزدان بالبيت. أنا جزدان؟ الجزدان اللي كان بإيدي. إيه بسيطة خانوم، خلينا نطلع من هون. لك وين بدنا نروح؟ الهوية بقلب الجزدان. مين انتو؟